حافظت الأقصر المسابقة الدولية للبرمجيات في دورتها 46 و47 والتي تنظمها الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمشاركة 2500 متسابق من أكثر من 100 دولة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من محافظة الأقصر مراسل النيل للأخبار عمر حمزة. عمر، بعد التحية، لو تطلعنا عن تفاصيل هذه المسابقة الدولية للبرمجيات وأبرز ما فيها. بالفعل نحن في محافظة الأقصر الآن، ويعني ساعات قليلة وتنطلق المسابقة الدولية للبرمجيات بحضور 2500 متسابق كما ذكرت في الخبر من 111 دولة. هذه البطولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا ضيفنا الكريم دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمعرفة كل ما يخص هذه المسابقة. دكتور اسماعيل، اهلا بحضرتك معانا يا فندم على شاشة قناة النيل الاخبار. اهلا وسهلا بيكم، كل سنة طيبين، وبرحب بيكم يعني في هذا الحدث الاهم عالميا في مجال البرمجيات وحل المشكلات. فاهلا بيكم، كل سنة ومصر ام الدنيا طيبة وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. يعني البطولة السنة دي مختلفة لان هي بتضم دورتين 46 و47، وايضا عدد المشاركين اكبر اعتقد من اي دورة اخرى، ان هي 2500 متسابق من 111 دولة. حضرتك تكلمنا على اهمية هذه المسابقة وايضا استضافة مصر، اهمية استضافة مصر لهذه المسابقة هذا العام. هذه المسابقة فعلا بالفعل هي احنا الأكاديمية تقدمت لاستضافة هذه المسابقة في دور الانعقاد اللي كان في موسكو، وبالتالي يعني ده يعكس قد ايه مدى اهتمام العالم كله بهذه المسابقة وحرص الجامعات المتميزة عالميا على التنافس على استضافة هذه المسابقة. الحمد لله رب العالمين، ملف الأكاديمية كان يعني على يعني أعلى مستوى، وكان هناك موافقة بالإجماع على استضافة هذا الحدث الدولي الأهم في مصر. يعني فده بيعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، وقد ايه المجتمع الدولي شايف مصر ام الدنيا بتتحرك للمستقبل ازاي، الجمهورية الجديدة اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله. فهذه المسابقة فعلا بالفعل هي اتنين مسابقتين في مسابقة واحدة، لان احنا طبعا كان في توقف اثناء الكوفيد، فكان في استحقاق لبعض الشباب المتميز في العالم ان هو يجي يشارك في هذه المسابقة. فعشان كده المسابقة دي جمعت مسابقتين في نفس التوقيت، فعشان كده هي المسابقة الاهم الاكبر في العالم كله. المسابقة فيها يعني هم دول الفيوتشر، يعني لو احنا بنشوف على مين اسس جوجل ومين اسس الشركات العملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي، وبنبص وراجع التاريخ هنلاقيهم خريجي هذه المسابقة. فالمسابقة دي فيها افضل شباب في العالم في حل المشكلات وفي البرمجة، وهو ده اللي بتسعى عليه مصر واللي اكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا من اهمية هذا المجال، لان احنا مصر دولة شابة تمتلك شباب. فلو احنا عندنا هذا الشباب المبدع والقادر على المنافسة في مثل هذه المجالات، يعني ده هينقل مصر نقلة تانية خالص. فاحنا بنلفت نظر العالم كله على اهمية مصر، على قدرة مصر على استضافة مثل هذه الاحداث العالمية. شكرا جزيلا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الف مبروك فترة الرئاسة الجديدة وربنا يوفقه. وده يعني انا شايف الاهتمام ووضع المسابقة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ده في حد ذاته يعني ادانا قوة دفع غير عادية. الحكومة كلها تناغمت دعمت الأكاديمية في كل ما سعت إليه النهاردة. هنشوف النهاردة وإحنا واقفين في هذا المكان، إحنا موجودين في حيث متسابقي جامعة بوردو، واحدة من أفضل جامعات العالم. الفريق عبارة عن ثلاث شباب بيحلوا مع بعض عشان نعلمهم التيم ورك، التيم بروبلم سولفينج، يعني العمل في فريق. فده جامعة بوردو، هنلاقي جامعة الام اي تي، هنلاقي جامعات من ماليزيا من الصين، كل ارقى جامعات في العالم وافضل شباب في العالم عندنا النهارده
ما يعني اكتر من 2000 شاب من كل دول العالم، من اكتر من 100 دولة في العالم، من اكتر من 3000 جامعة في العالم. دول طبعا احنا النهاردة زي مسابقة كاس العالم بالظبط في كرة القدم عشان نقربها للمشاهدين. دول خاضوا تصفيات على مستوى جامعاتهم، على مستوى دولهم، على مستوى اقليمي، يعني اللي موجودين من الدول العربية النهاردة شايفين فرق من مصر، شايفين فرق من الاردن، شايفين فرق من سوريا، من فلسطين. هنشوف دول خاضوا تصفيات على مستوى جامعاتهم، على مستوى بلدهم مصر مثلا على سبيل المثال، مسابقة البرمجيات المصرية، ثم المسابقة العربية الافريقية اللي كانت في الاقصر هنا من في 3 مارس الماضي. واللي بينجح في المسابقة بقى اللي هي الاقليمية بيجي للمسابقة الدولية، فده أذكى شاب في العالم. على ذكر المسابقة الدولية، يعني إن شاء الله يوم الخميس في حفل الختام سوف تعلن النتيجة وسوف يعلن الفرق الفائزة. الفرق الفائزة هل جوائزهم ستكون مادية مالية ولا تعيينات في شركات عالمية؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أول حاجة اللي جم هنا كلهم دول فائزين، لأن كله فاز على مستوى جامعته، فاز على مستوى بلده، فاز على مستوى الإقليم اللي هو فيه، يعني مثلا بالنسبة للدول العربية، الدول العربية والأفريقية، فكل دول فائزين. إنما النهاردة بقى دول ال 2500 شاب اللي موجودين النهاردة دول هم الأفضل، يعني أو اللي كانوا أكثر توفيقا على مستوى العالم كله، فدول موجودين النهاردة. طبعا احنا هنشوف المقر اللي احنا فيه، الخيمه اللي احنا فيها النهارده دي، وشايفين قد ايه عظمه التجهيز. في خيمه تقريبا قدها في المساحه، فيها كبريات الشركات العالميه، هنلاقي هواوي وهنلاقي فيسبوك، هنلاقي كل الشركات دي موجوده هناك جاهزه بعقود مفتوحه لهؤلاء الشباب عشان خاطر ينضموا لهذه الشركات. فانا النهارده بتمنى ان شباب مصر يعني نبتدي تنشا شركات ناشئه في مجال الاتصالات، وعشان كده يعني في تشريف معالي وزير الاتصالات للحفل الختام، تعال كل دول هيبقى بداية كبيرة لمصر إن شاء الله. فكل التوفيق، شكرا فخامة الرئيس، شكرا أمين عن جامعة الضرعية، شكرا الحكومة المصرية، شكرا ليكم إعلام مصر الواعي، شكرا. وأنا أشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على هذا اللقاء، وبالتوفيق دائما بإذن الله إن شاء الله. يعني أعزائي المشاهدين، كانت هذه هي جولتنا اليوم قبل ساعات قليلة من افتتاح هذه البطولة، وسنوفيكم إن شاء الله بتقرير مفصل بعد افتتاح البطولة. وشكرا أيضا لضيفي الكريم دكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحري. شكرا إليكم زملائي. شكرا لك عمر حمزة مراسل النيل للأخبار، كنت معنا مباشرة.